السلام عليكم. السلام عليكم الإخوان. دابا احنا من طرف جماعة سيدي غالب رحمنا لأربعة صفر قيادات لأربعة صفر، جات واحد الجمعية حفرت لينا واحد البير في ولاد سيدي غالب. ولاد سيدي غالب كلب بيه العويسي عبد الله هو اللي نسيبو كاين معاهم في الجمعية. جاو حفروا لنا تما، كي جاو حفروا لنا هنا الناس تما، هويا جا دار لنا ركب بنيت على البير، صوبت الجابيات، صوبت كلشي فاش يوردو البهايم وداكشي، وبنيت على البير، بنيت على البومبا ديال البير. جا هويا دار لنا قفل وسد علينا، قال لي جا الجمعية قالوا لي هاد البير درناه ليكم كاملين، والبير ما تسدوش في النهار، اللي بغيت تسديه بالليل ماشي مشكل، من نهار ما تحرم حتى شي واحد منه. هو ركب لينا قفل بالليل وبالنهار، هو كيستعبل بيا هويا، وحنا بس علينا قالنا لا بغيتي تسقوا نتوما تخلصوا 100 درهم في الشهر، قالنا تسقوا ما تفوتوش طوني تاع الماء في النهار 400 لتر في النهار، حنا 400 ما كافياناش، قلنا تخلصوا 100 درهم لواحد في الشهر، وحنا سبعة ولا ثمانية، شد منا 14000 ولا 16000 في الشهر، راه بزاف علينا. حنا كنطلبوا من الجامعة ولا الجمعية تجي تركب لينا كونتور ولا دير لينا مكانة، حنا نتكلفوا بهذاك الشيء. وهاد السيد راه الجمعية راه كيسكن في الرباط، سميتو جعفر محمد، جا هي وصاحبو الحاج، وراه هما اللي جاو ركبو لينا هاد الجمعية، هما اللي ركبو لينا هاد الشد، وكنطلبو منهم هما اللي كانوا يشوفونا ولا الجماعة ولا الناس المسؤولين الله يجزيكم بخير، إلا ما جيو شوفونا. حنا موجودين، وقت اللي جيتو حنا موجودين، حنا مجموعين، حنا دوكا ما عندنا لا ما لا والو، حنا محومين من الماء. وهاد السيد راه حبس علينا الماء، حنا دوكا كنطلبو من الله ومنكم لما جيو وقفوا معنا الله يجزيكم بخير. أنا غادي نوريكم البير، هو غادي نبري لكم الصورة ديالو مصورت بقفل، هانتوما كتشوفو أنا اللي ركبت ليه الباب ديالو. وهاد الجمعية هما اللي قالوا لينا تخليو السوارد محلول، ديما محلول، سدو غير بالليل، هو جا سدو لينا بالليل وبالنهار. ها البير ها هو كتشوفو فيه، ها هو راه أي واحد عارفو، أي واحد.